وقف على الحائط يلا اذا سكت عن ما سببت به وانا اقدم اعتذاري للسيد والربع وجماعته كلهم وانا اقدم اعتذاري لهم كلهم وش يريدون انا خدمتهم وانا اعتذر عن ما سويته حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافدين حتى نسمع ارائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقه من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركه بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا من داخل العراق، عندكم ذني رقمين تقدرون تتصلون باي دقيقه من زاخو للفاو باي مكان موجود انت به داخل العراق، تقدر تتصل على واحد من ذني الرقمين. اما من خارج العراق عندنا رقمين ثانيين تقدر تتصل عليهم، ذني الرقمين تقدر تتصل بها من خارج العراق، فعندكم اربع ارقام للاتصال، ذني الاثنين من خارج العراق، وعندنا رقمين اللي طلعن قبل شويه من داخل العراق. اما هذا الرقم اللي تشوفوه امامكم هذا رقم الواتساب، ما نقدر نستقبل اتصال، ما نقدر نستقبل مكالمة، اكو هواية ناس تدق على الواتساب الى حد هذه اللحظة، سامحونا ونتعذر من عندكم، رقم الاتصال مو على الواتساب، من تدق على هذا الرقم ما راح يبين يمي، فما اقدر اسمع صوتك او ما اقدر افتح الاتصال عليك، فلا تزعلون علينا، هذا الرقم بس انه في حال ما قدرت تتصل علينا على واحد من الارقام الاربعة اللي قبلها، تقدر تدزلنا رسالة تكتب لنا اللي تريد تقوله، واتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. موضوع حلقتي هو الفيديو اللي شفتوه ببداية البرنامج، مو هذا الولد بالذات ولا هاي القضية بالذات، موضوع حلقتي اللي دا يصير بالعراق. يعني شنو واحد حكى على واحد ينقتل ويتعذب؟ أنا هاي المفارقة ما دا أفهمها بالعراق. وحكوا شنو يعني؟ مو انتو ذبحتونا ديمقراطية وديمقراطية، الديمقراطية يحكي بكيفه، يحكي على اي سياسي يريد، يقول غبي، يريد يقول ما يفتهم، يريد يقول مو آدمي كيفه، ما عنده وجدان، حرامي بكيفه، هاي الديمقراطية. اذا انتو تريدون نحكي بالديمقراطية فهو بكيفه، اما انه يحكي بحجة انه انت حكيت على سماحة السيد، بأي حق أنتوا تتصرفون وياه بهذه الطريقة؟ وش قال هو حتى تتصرفون وياه بهذه الطريقة؟ وسماحة السيد وينه من هذا التصرف؟ يقبل لو ما يقبل؟ ولو هم يعني جماعة سماحة السيد مرة حكوا الناشطين وهددوهم يحرقون الأخضر واليابس، مرة طلعوا يهددوهم يشعلون بيوتهم، مرة هددوهم ورموهم فوق بيوتهم، ومرة هددوا ويطعنوهم بالسجاجين، ومرة نزلونهم جماعة القبعة الزرق بالهراوات وبالعصي وبال بنادق الصيد. فيعني هم سووا اللي سووا، بس شو لحد الآن سماحة السيد ما طلع وقالهم ولدي لا حد يتصرف هيك ويا الشعب، احنا بديمقراطية، والديمقراطية يعني يحكي بكيفه. حسين ويانا من الديوانية، حياك الله يا حسين. محمود من الموصل، عفوا محمود تسمعني؟ محمود إذا تسمعني؟ نعم أسمعك جيد. حياك الله أخوي، تفضل. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أسمعك. تفضل أغاتي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شوكم؟ نحمد الله على كل شيء. والله ما أبرهم مثل أنا، والله ما ظلهم مثلنا، ولونا مثل الخبر ولا يحبس شلون بالراس المسود والحنطه والشعير، والله بس ماكو جهل، فرجال بس على حضر الرنقوم ما حد ثلاث محافظات لنا ما حد طبه، على هذول قلبوا السنه لعبوا بيهم اللعبه، بس والله احنا عند امريكا، اي والله احنا حقنا عند امريكا،
بس ما نقعد وما ضر لهم وجلان دايمين. اطلع يحكي يقتلونه. اللي يطلع برا يقتلونه، اللي يطلع راسه يقتلونه، المستشفى يورونه، الدائره يورونها. ما ظل تحمل بنوبه بس يعني عتبنا على برعه رئيس جمهوريه. والله ما عيب عليه بعد بيها الشعب هو يقول انا رئيس جمهوريه. والله عيب. والله عيب عليهم خزي تيار سوار بخايب يعني. عيب. ما تعرف شو يصير مع الشعب؟ كان يعني ما اقبل والله شغله. لو سمحنا انه اطول خضراء خلي اسمع لك. الحلبوسي الحلبوسي يوميا بالموصل. يوميا الحلبوسي بالموصل. مش متعلقين مكتب يوميا يضرب شريط بحي النحران وبحي الحدبة. قاعد يشتري اصوات بالمليارات الدعين امام الله. والله والله ما يبيع صوته وينطي صوته غير ما عنده شرف وغيره. هذا الحلبوسي لو انا لي حاشي طخ طخ والله. تريد اقول له وين حراير الرمادي؟ لعبوا بيكم لعبه ما تسولف في التاريخ. وانا ما احنا عندنا كرول والله بقول له والله نفسي انا عزمه ما راح استرح وما راح فيها يعني. لا والله هو نور المالكي، نور المالكي عاد ما اجى بس هذا يوم يجي يضرب طليان. بصلاح الزراعي وبحي النهروان وبحي الحدباه ويطي يوزع. يوزع من جاب امه. وان شاء الله قاعد يوزع على وكيل ما اعرف منين وجاي قاعد على كنزه كبير نفط هو وحده. نور المالكي بير نفط وهذا العامد بير نفط والقسم نعم على بير نفط. وادعنا حصاد حصاد ابن عمي حلقة الخبر واليابس. ممنون في امان الله. حبيب قلبي مشكور. حسين من النجف حياك الله يا حسين. الو السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. على مود هذا البرنامج. اي احنا شغلتنا ماطور احزاب. اي اي احزاب تقع الاراضي السلام. يعني جماعه قبل الانتخابات تقسموها. نعم. قسموها قالوا رأس الوزراء إن للشيعة ورأس البرلمان للسنة والأكراد لهم الخارجية والمالية منها ساق قسموها. يعني قالوا هم الفزنا وين ما فزنا احنا مقسمينها. يعني شغلة ماكو انتخابات يعني تزوير بتزوير. يعني انا هسه اردفتهم انت على احزاب لو على المحاصصه يعني انت بدك تحكي به مال الخارجيه والماليه للاكراد هاي من جوي للحكم من 2003 من اسسوا نظام المحاصصه اللي هم اتفقوا عليه الخارجيه والماليه الى مكون معين ورئاسه وزراء الى الشيعه والبرلمان للسنه والجمهوريه للاكراد هاي هو نظام المحاصصه فانت ضد المحاصصه لو ضد الاحزاب على مود نعرف انا ضد الاحزاب وضد المحاصصه تمام واحنا شغلتنا هاي مال السجون وما يعني هو التعذيب موجود بالاضافه الى السجون المواطن اللي تعذب بالبدايه هذا واحد من ابناء قضاء سوق الشيوخ ويشتغل بقهوه ويقولون انه حكى على سماعه السيد مقتدى الصدر اثناء عمله بالقهوه وجوي جراه وكتلوه على مود يقدم اعتذار مصور للسيد مقتدى الصدر اني ضد التعذيب داخل السجون ولا خارج السجون بس ليش لليوم أصبح أنه هذه سمة صارت سياسة عند الميليشيات أول من الأزمة اشتغل التعذيب يقصون شعر واحد بالكترات يضربون واحد بالشاك نعم احنا يومية بالعراق تعذيب ماكو يعني ماكو يوم يعبرنا ما تعذيب نعم يومية تعذيب وقتل واعتقالات وتشف نعم يعني ما في يوم يقبل لا ما صارت يعني اعتقالات له تعذيب له وتهجير نعم يعني هاي الأحزاب إلى ما احنا نسوي عليهم ثورة ونوقعهم كلهم شغلتنا ما يعني ما في انتخابات نعم 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 نسوي ثورة الثورة إن شاء الله من الشمال إلى الجنوب. نعم. إيه يعني ووضعنا حيل تعب.
يعني انت شايف كل حزب الى كل شهر مليار صرفيات، واحسب انت كم حزب عندنا فوق ال 500 حزب. يعني احزاب فرهدت العراق، فرهدت المصاري، فرهدت النفط. وانا اشكرك ورحم الله والديك. حياك الله اخويا، حياك حياك، شكرا شكرا لك. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افل، رحب بكم بقناتكم الكريمه. عليك السلام والرحمه والاكرام، حياك الله، تفضل. بالنسبه لمقتدى صدر يعني تاريخه اسود، يعني نعم. من احتلال العراق ولحد الان يعني عده ملفات موجوده ضد المقتدى صدر واتباع مقتدى صدر اللي هم أسس من الطائفية في العراق، وهم اللي بدهم بجيش المهدي وبدهم بقتل أبناء السنة في بغداد وحزام بغداد وقتلهم آلاف مؤلفة من الأبرياء من السنة، وكلها تعرف هذا الموضوع. الملف الطائفية هو كان إلى ضلع بي والضلع الأكبر يعني القتل الأكثر كان لهم، وصولة الفرسان اللي كانت بالبصرة نعرفها إحنا اللي قام بها المجرم نور المالكي ضد أتباع مقتدى صدر اللي كانوا مهيمنين على الموانئ ومهيمنين على النفط وتهريب النفط. فهاي الصولة اللي يسموها هو الحكومة سوتها بالضد من أتباع مقتدى صدر، وهو يسميها جهاد ومقاومة ومحور المقاومة ويكذب على الناس. وحتى معركة النجف اللي هي صارت بينه وبين عياد علاوي ويسمون انفسهم مجاهدين، هم مو جهاد، ما كانت ضد الأمريكان، لكن تدخل الأمريكان بطلب من عياد علاوي ودخل في سبيل يقضون على هاي المجاميع الإرهابية اللي مهيمن على الشارع العراقي. فمقتدى صدر بشنو مقاومة يحكي أو بشنو أي شيء أي مكان هو قاوم الأمريكان؟ بالعكس هو بدهم تشكيل الحرس الوطني مع الأمريكان، وبدهم تشكيل فرق الموت مع الأمريكان، وكان إلى الضلع الأكبر هو مقتدى صدر، وما صار رئيس وزراء بالعراق إذا مو مقتدى صدر أيده ووافق عليه وسانده بكلهم، من المالكي إلى حيدر العبادي إلى عادل عبد المهدي إلى حتى مصطفى الكاظمي. هو حكاها بلسانه يقول أنا ما صار رئيس وزراء إذا مو أنا موافقتي ومباركتي. إيه بس ترى هو مقتدى صدر منسحب من الانتخابات 4 5 6 7 8 مرات، ما أدري إيش قلت. هاي كذبة إعلامية، هو لو يريد هسه يقدمون طلب للمفوضية العليا للانتخابات ويصير الطلب رسمي مو بالإعلامي أو على تويتر، ينزلون تغريدة على تويتر ويقول انسحبت، خليه ينسحب رسميا. وهسه هالأيام المقبلة راح تبين كذب وزيف مقتدى صدر، وأنه هو جزء من العملية السياسية البائسة اللي هو مشارك بيها من 2003 ولحد الآن. ليش ما قاوم الأمريكان هو بالزمن المقاومة اللي صارت بالمناطق اللي معروفة هي بالأنبار وبالفلوجة وبالموصل وفي حزام بغداد وبصلاح الدين وديالة فقط؟ ليش ما قاوم هو بالمناطق اللي إلى سلطة بيها واللي إلى ثقل بيها؟ ما صارت أي مقاومة من قبل مقتدى صدر ضد الأمريكان، لأن هو ما هو جزء من عندهم. فحاليا يحجون بالمقاومة وما مقاومة على ضد منه، ويقاومون ضد الأبرياء مثل هذا المواطن العراقي اللي حكى رأيه وانتقد مقتدى صدر، وشفنا سرايا السلام سووا وياه، تم اعتقاله. وين الدولة؟ وين القانون؟ شلون اخذتوه؟ خطفوه خطف، لان هم معلمين جماعة البطة والسدة يقتلون الابرياء وراء السدة، فتم خطفه وتعذيبه وتعنيفه وتم اهانته. والقانون ماكو، لا قانون اكو ولا قضاء عراقي ولا حد يقدر يحاسب مقتدى صدر، لان هو فوق القانون، لان هو صاحب اكبر ميليشيا موجودة بالحشد هي جيش المهدي وسرايا السلام، وهو إلى ثقل بهاي الحكومة. وشفنا على وزارة الصحة اللي هو من 2004 هو مستلمها ولحد الآن، وتم خراب كل مستشفيات الدولة، وحاليا يقول لك أنا ما لي علاقة بالمسؤولين. أنت عندك أكبر كتلة نيابية هي سائرون، وعندك محافظين وعندك وكلاء وزراء وعندك سفراء وعندك كل شيء، وعندك وزير صحة وعندك وزارات خدمية 5 كنت مستلمها. شنو اللي قدمته للمواطن العراقي في جنوب العراق؟ كل شيء ما قدم، مجرد الأموال هاي كلها تم تهريبها، الميزانيات اللي هو كان إلى جزء الأكبر. وحتى من صارت ثورة الثورة مرة طبم المظاهرين طبم إلى برلمان العراق ووصلت إلى تسقيط الحكومة، إجا مقتدى صدر وأنقذ الحكومة، خلى له خيمة باب منطقة الخضراء وقال أني راح أعطيهم مهلة 100 يوم، خلصت 1000 يوم والمالكي وأتباع المالكي ما سووا شيء.
وكل فترة هو المتظاهرين يضغطون على الحكومة، يطلع مقتدى صدر ينقذ هاي الحكومة لأن هو جزء منها، يعرف إذا انهارت هاي الحكومة وانهارت هاي الأحزاب وانهار هاي الميليشيات الولائية هو ما راح يظل وجود، لأن شعبيته كالشارع العراقي انتهت مقتدى صدره، عرفوه أن رجل سياسي مو رجل دين ولا مرجع حقيقي، لأن كلام ما يعرف يتكلم ولا عنده ثقافة دينية ولا سياسية ولا اقتصادية، يعني شخص مجرم ومطلق خايدية بدماء المسلمين وبأموال العراق، رجل فاسد. نعم شكرا لك أخ صباح من بغداد. كان المفروض يدخل ويانا أحمد بن بصرة بس انقطع الاتصال ويا أحمد، أتمنى يا أحمد ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع. أبو طاها من فنلندا، حياك الله يا أبو طاها. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخ العزيز؟ هلا بيك أخوي. مبارك إن شاء الله. اليوم حس الجناء على حال حكومة فاشلة. هو مو موضوع حلقتي سجناء، أنا موضوع حلقتي إنه اللي دي يصير إنه واحد نطى رأيه واخذوه مجموعة تابعة إلى أحد المعممين بين قوسين ونقول اسمه مقتدى الصدر، وعذبوه وكتلوه وصوروه، وتاليتها يقولون تعال صور لنا فيديو ده يعتذر من سماحة السيد لأنه هو حكى عليه. نعم مي هذا يا سماحة السيد، هذا أصاب شيء، أي سيد أي 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 بطيخ، هذا الرجل مجرم، هو الذي قتل العراقيين، هو الذي يقتل العراقيين، قتل الشيعة قبل السنة، والحد الآن قتل موجود، والمظاهرات الموجودة اللي ده يصير المظاهرات موجودة بالمناطق الجنوبية وبغداد اللي ده يحرض على قتلهم هو مقتدى. فأني ماذا أعرف جماعة، يعني مثل ما نقول اللي تبعية مقتدى، مقتدى هو اللي ذبح الناس، يعني طفل ينخاف طفل يتعذب يقتلونه يذبونه، بأي قانون هذا؟ بأي دولة موجود هذا القانون؟ مقتدى له رجل دين ولا رجل سياسي، شخص ما يعرف سوال ما يعرف يسوي. أنا بنظري إن مقتدى هذا الشخص هو المجرم الكبير، مقتدى ليس الخزعلي، هذا العامري وحزب الدعوة شلل، كلهم دول هم المجرمين وهم اللي تبعية إيران، وإذا ما إيران توافق عليهم هذه الأحزاب ما تسوي، لازم إيران هي اللي موافقة على أحزاب هذه مواطن موجودة هذه الأحزاب، إيران هي اللي تلعب بالدولة وتلعب بالشعب العراقي وتعد تقتل وتعد تخطف كل تبعية لإيران. نعم. فنرجو من الشعب العراقي أن يكون واعي ويدحج على صارنا هاي 18 سنة إحنا أو أكثر من 18 سنة بيد الميليشيات. يعني المناطق الغربية فلشوها ورجعوا المناطق الجنوبية، حتى احنا الغربية راح جينا الجنوبية، ليش رجعتوا عليها على الجنوب؟ هدمتوا الناس، قتلت الناس، حرقت المستشفيات، وهاي كل هالمشاكل هذه والمظاهرات والقتل، حتى وصلتوا للمقعد الإمام علي بالصحن بالنجف ضربتوا وقتلتوا، هي ميليشيات مقتدى. نعم. يعني مدى نعرف شلون هذا الشعب شلون ساكت، أكونات أسعان من أحب شخص وشوف شخصي طالم أني أضرب منه، يعني اللي يمشون وراء مقتدى على ميليشيات المواطنين اللي طالعين باسم مقتدى المفروض هم يكونون واعين ويشوفون مقتدى وميليشيات وش تعتسوي، تقتلهم قبل أن تقتل عدو. نعم. وأشكركم على البرنامج مالكم وعلى قناتكم قناة الرافدين. حياك أخوي العزيز، شكرا جزيلا لك. أبو طاها محمد من البصرة، حياك الله يا محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أغاتي. أخويانا المواطن محمد منزل من قضاء الزبير، حياك الله وحيا الله أهالي الزبير كلهم. أنا رجال أنا مضرب سرطان أولا. نعم. وأنا من الدرجة 30 درجة وظيفية، قدمت معاملتين لهذا قي مقام قضاء الزبير وما ينطيني بالبرجسية، تلفونات ضالات وما ينطيني كرفون، أقعد أولادي عندي 8 وما ينطيني كرفون أخلي، ورحت للمحافظ وسوالي تخصيص أي تخصيص وما ينطيني هذا، وطشرت غرابي هذا كيرني بالإيجار، قال لي عمي صارك سنة وثمان تشر عمي أطلع، شلت غرابي قشرت، أدخل علي هذا القي مقام، أنا أدي الناس الطيبة، أنا أدي الناس الغيرة، إيش هو حلوين هذا القي مقام قضاء زبير؟ نعم
حجته شنو؟ اي والله حجته شنو؟ حجته ما يطيني. السبب ما يقول لك شنو السبب؟ ما يقول لك السبب، هذول الحاطين بي الحاطين بي ناس ما بدي نقول. نعم. والامر امركم، والامر امركم. حياك حياك اخوي محمد. هاي واحدة من مشاكل السياسيين اليوم بالعراق. يعني بدال ما تدز جماعتك يلزمون شاب بعد بمقتبل العمر ويبسطوه ويسجلوا له فيديو حتى يعتذر منك، هو قال كلمة، قال أنا أعتذر عما سببت الهياء، شنو قطعة ورزقك؟ بطلوك من الشغل بسبب الحكاية اللي حكاها هذا الشاب؟ شوهت سمعتك مثلا لهالدرجة بحيث تصرفت وياه بهالصورة هاي؟ يعتذر منك مما سبب لك اياه؟ هو انت اللي مسوي لها اكثر مما انت اكثر ما حكاية تأذتك اصلا اذا تأذيت نفسيا. عندنا اتصال منه ابو احمد من صلاح الدين. حياك الله ابو احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا شو اسمه المصطلح، رجل مجرم اول ما طب العراق بس دام مسلب وينشر علاته على الشوارع وبس يسوي، وهذا يعني يسوي نفسه عالم نبي يسوي نفسه سياسي. عما احنا وين والدنيا وين صارت؟ ما خلوا شيء، انهبوا العراق، سلبوا العراق، ما خلوا شيء. وشكرا. شكرا 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 لك ابو احمد. انا ما اعرف حسين من القرمه، حياك الله يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. هلا بيك يا غالي. شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء، انتم شلونكم؟ والله بخير سيدي، اريد مساعده من الله ومنك، تساعدوني على الحق مو على الباطل. نعم يا اخوي. نعمه حالك. انا عندي مراه على بنتي ومتزوجه، انا حطيت محامي ب 2017 وطلع القرار 2013 من خارج المحكمه وتزوجت به. نعم. اي فاحنا نطلب من قبل محكمة، من قبلكم انتو، حطينا محامي وأعطينا فلوس وما سوينا شيء، يطف فلوس ورجعونا لي ورا، تحاكي يقول لك أنا منتسب، تحاكي يقول لك أنا مدري وأنا داوم، فأني ما أقول ضعيف ما أقول، أخرى وثانية هي بال 2014 اشتكت علي من الدواج، زين إلى هي بال 2013 ومشتكية علي ومطلقة، ليش اشتكت علي بال 2014 من الدواج وطبوا علي على البيت؟ شتفوني وشدوا عيوني وضربوني. أخ حسين أنا بس عندي سؤال، عندي بس سؤال واحد أريد أسأله. يعني أنت تقول لي أنه هي على ذمتك ومزورة أوراق قانونية من القضاء حتى تتزوج واحد ثاني، اللي زوجته منين؟ أجمالي دلف حسن شرموت. لا أنا أقصد شو يشتغل؟ يشتغل مختار داخل المنطقة. شلون قدروا يزورون أوراق قانونية؟ زوروا جابوا عقد زواج من خارج المحكمة، طببوا للقاضي قال المرأة مطلقة بال 2013 وهي ما مطلقة بال 2017، قدموا قرار طلاق 2013 للقاضي والقاضي قطع لها مهر، فالمرأة مرتي لحد هاي الساعة ومشتكي ومقدم دعوة ومركز الخيرات، ومركز الخيرات الناس ساعدون ووقفوا وياي، بس المحامي اللي حطه ما يشتغل وياي صحيح، ياخذ فلوسي ويبرطلونه ياخذ فلوسي يحقي ورا. نعم نعم. كم محامي حطيت له؟ خمسه لو سته، فما يرضى بي الله. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ حسين. ابو ياسين من دياله حياك الله. سبع الاستاذ محترمين. عليك السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. وهذا الأخ حسين من المالحة من الزمان، هو أبين أمك مو يم الدولة، دول عمي أشوف مرتك وين. موضوع الحلقة أخي أفل. نعم. ما أعمم الوطنيين الشرفاء الخالصين، أقول الهيلقية من الشعب، هم بون يسوون القائد دكتاتور. يعني مقتدى شنو من البيان؟ إذا حضر لا يعاد ولا افتقد، إذا غاب لا ما افتقد. هذا مقتدى وقبل المغوالي على عمال الحكيم، وعمال الحكيم يزيد وزعل وراح يعتذر وصفوه، هذا مصفوه، هذا خطير طفل صفوه، لأن المقتدى هو القائد الأوحد، هذا المجرم الكافر الخنزير، هو ليش الشعب يتوسل وراء هذا؟ يجي إنسان يعني أنت ما تعرفون المقتدى الدموي؟ ما تعرفون المقتدى سوى بعد سقوط بغداد؟ هاي الميليشيات مالته هاي مو كلها مخلفاته، شنو عنوان مقتدى؟ مقتدى كيف له؟
الهيمن هذا هو الزعيم الأوحد وجماعة المشاهدة تذبع وتقتل وتفرد سبوك وايدونهم مهزكين فأنا عندي عتب شديد طبعا من 2011 أنا دخلت بالرافدين هاي العظيمة العملاقة والبغدادية النبراسة العظيمة أنا بقيت مستمر لكن تفاجأت هاي اليوم قبل أربع خمس أيام هي انغلقت انغلقت الميليشيات لكن أنا خذت أسميه هذا الدكتور القاصر اللي يسمونه علي الخيال ما يخجل هاي الهجمة على الرافدين أنا لو خليت بهذا الكلام البديل اللي تحدث على الرافدين اللي هو اللي يقول الرافدين السميه وباقي البغدادي أمير المؤمنين ويسمونه الدواعش الجيش الخلافه، هاي وين لقيت هاي البروانه؟ ما تخدم المعز ولا هو طفل زعفور. انت لو بيك خير روح هاجم الحكومه، هاجم الميليشيات، انت اثبت لنا على الرافدين، هاي الرافدين عظيمه هاي قناه الشعب، هاي الرافدين هي خارج الحدود. انت اللي من عندك خرقه مو عيب انا احكي على البغداديه، لان البغداديه قناتي، المفروض هذا المقطع يلغونه ويحاسبونه. يجي يثبت نفسه بالرافدين صار له شارع بالبغداديه، صار له شارع الزمانجيه الحكومه عزلت البغداديه والشعب كله رافض، انت ما تطلع مقطع مال زعافير وتقول الرافدين يسمونها سجن عيب، انت لو عندك رجوله وعندك شجاعه عف الرافدين، يا الرافدين خارج الحدود، لما تقول معز الرافدين يجي يطلع هذا الكلام مزعج، فهذا قصد كلامي، هذا دكتور. فيا اخي هذا اللي تعجب احنا دكتور ويعتبر وراء مختزل زعتر ما عنده ابتدائيه، هم يدون هالشكل هذا انت هذا اللي يذبحوه هذا الطفل هو شيعي واللي كتله هم شيعه مو احنا من نتحدث بعرقه والله معلمته يا قبل جابوا لنا داعش دبوها ببراضينا ذبحوا ولدنا وغيبوا ولدنا ورا مروا نساوينا وبلاويتنا والنوم يقولوا لنا خلصناكم حملناكم من حملنا على راسهم من داعش حتى اليوم هاي الهجمه على الشيعه مو شيعه الشيعه يا اخي بس الشعب دول راح يبقى نايم، مو عايز اترك العمايم، هاي عمايم دور، هاي عمايم مزيفه، انا ما عمري من الله خلقني، انا مولد 66، ما شفت عمامه سوداء هي وطنيه ولا هي حميه لا الا تتامر على العراق، انا ما شفت انسان يتامر على بلده وصالح الاجنبي، كلهم خونه عملاء ايران، انا انت في ايران، انت شوف ايران شو تسوي لهم؟ لا مستفادين، مستفادين ومتعه وسرقه وكسله وكل شيء، يسوون بالقدسيه؟ يسوون بالعراق نعم هاي مقتدى كلها امثال مقتدى هو مقتدى لو عنده ولاء وشرف وعنده غيره يقول يا هذا عمي انا قابل امسامحه الله جاي يكفرون به انا حتى على مقتدى ابو ياسين عندي اتصال ثاني اريد اخذها اعتذر منك شكرا شكرا لك ابو ياسين ابو احمد من الديوانيه حياك الله يا ابو احمد السلام عليكم اخي عليك السلام والرحمه والاكرام شلون صحتكم ان شاء الله نحمد الله على كل شيء بس اريد اعرف البرنامج اليوم تسب مقتدى الصدر يعني شنو؟ البرنامج مالتكم سب مقتدى الصدر؟ ما حد سبه. تهجم على مقتدى الصدر؟ ما حد سبه. انتقدنا انتقدنا تصرف مو ما حد جو قال عليه هو فلان شيء او هو فلان. والعماله والخيانه هو منو العميل والخائن؟ منو العميل والخائن اخي؟ بس لا تقطعني خلينا احكي وياك انا لا اسب ولا اشتم. ايه. زين؟ العميل والخائن منو اخي؟ كل واحد يتبع أجندة خارجية ما تتبع أجندة هذا البلد يعتبر عميل إذا تريد عميل وخامن يا أخي أبو أحمد اللي باع العراق عميل وخاين شنو؟ اللي باع العراق عميل وخاين مقتدى الصدر ما باع العراق يعني 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 من ينزلون القبعات الزرق ويقتلون بالمتظاهرين المتظاهرين خونا له لا 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 حموا المتظاهرين حموا المتظاهرين حبيبي أنت قناتك يعني أنت قناتك طائفية لو وطنية لا لا باوع 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 اذا تريد تفتر بالكلام ما راح اسمح لك ما راح اسمح لك ما راح اسمح لك بس اسمعني اسمعني اوقف 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 اولا الطائفيه احنا نرفضها ولا نقبل واحد يحكي بالطائفيه ولا نحكي بالطائفيه اما قضيه انه تقول لي حموا المتظاهرين تقول لي حموا المتظاهرين الفيديوهات اللي انتشرت بساحه التظاهر بباب الجو الجسر وبالمطعم التركي وغيرها وغيرها والسكاكين اللي انطعنوا بها المتظاهرين معروفه من وين والهراوات والعصي اللي انشالت وانكتلوا بها المتظاهرين كلها جماعه القبعات الزرق فلا تسوقها علي او على المشاهدين وتقول لي حموا المتظاهرين ولما يطلع واحد لما يطلع واحد من اتباع ميليشيا مقتدى الصدر سرايا السلام بالناصريه بساحه الحبوبي ودا يمشي بالشارع ويقول اللي يحكي على السيد احرق ساحه الحبوبي باللي بيها تقدر تقول لي هذا شنو اسمعني حبيبي
هذا فرج هسه احنا نقول هذا فرج زين هذا فرج. واللي سووه اليوم السرايا الفيديو اللي سووه اليوم السرايا ويا شاب من سوق الشيوخ تقدر تقول لي هذا شنو؟ شنو؟ شلون؟ الشاب اللي انقتل بسوق الشيوخ حتى يصور فيديو ورا الكتل دا يعتذر من مقتدى الصدر. هذا اللي سبوا شتين؟ شنو؟ ومن يقول من مو جهات خارجيه من جهات جهات تريد تشوه سمعه مقتدى الصدر؟ منو قال انت عندك دليل بان هذول جماعه تابعين مقتدى الصدر؟ ما عندك دليل حتى احنا ما نعرفهم. لا عاد الفيديو هذا اللي هذا دا يصور وقال اني لحظه قف 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 الدليل بيه بالفيديو لما يوقف بالفيديو ويقول احنا سرايا السلام لزمنا هذا المواطن شنو؟ طلع يعني طلع بشخصه؟ ليش طلع بشخصه؟ من ورا الفيديو؟ لا تقول لي بشخصه، لا تقول لي بشخصه. اوكي اوكي شكرا شكرا لك ابو احمد. تريدوها كبار كبار تريدوها صغار صغار، اما قضيه العماله والخيانه فكل من يتبع اجندات خارجيه فهو عميل وخاين، وكل من يروح لايران يستلم المالات ويجي فهو عميل وخاين، وكل من يروح يمشي باوامر خارجيه فهو عميل وخاين، ان كان يستقبل اوامره من امريكا وان كان يستقبلها من ايران ولا كان يستقبلها من دول السند والهند ولا كان يستقبلها من جزر هونولولو مثل ما تردون تسموها. كل من ما يمشي مو براسه فهو عميل وخاين. ما اعرف ليش زعلتك هاي الكلمه. سعد من الكويت حياك الله. سعد فصل اتمنى يرجع لنا. احمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك اخي صوفك؟ هلا بيك اخوي. حبيت اشارك بالموضوع بس رجاء بدون قطع، يعني الان قاعد ارد احكي وياك كعراقي العراقي. ما حد راح يقطعك، ما حد راح يقطعك الا اذا صار اكو سب وشتم وتجاوز. لا لا انا ما اسب ولا اسب. على راسي. تفضل اخوي. واقعي. تفضل اخوي. اولا احنا يعني مشكله العراق مقتدى الصدر صار هاي مو مساله انه انا دفاع عن مقتدى الصدر ما يحتاج واحد يدافع عنه. ثاني شيء انت اعلامه وقناه يعني الفيديو هذا الفيديو الموجود أنا إذا أريد أسوي فيديو هسه على أي شخص، على أي شخص في السياسيين بالأحزاب، مو صعبة ترى بالعراق تصير هاي الشغلة. فأنت لا تاخذ رأس مال قبل إنه لأن أنا وأنت وغيري ما حد يحاسبنا بس الله سبحانه. تعرف لو هذا الفيديو بس هو بحده طالع بالعراق ما كان حكينا بيه. بس مرخصتك خلنا نكمل لك، خلنا مرخصتك أي شخص يريد يسوي فيديو العراق ساحة مفتوحة لكل شيء. لتسقيط اي شخص. فاحنا مو الفيديو هذا ناخذ راس مال بعد هاي هي هذول. وثاني شيء سرايا السلام موجودين بدامر منطقه سامر. اي مو على اساس هم 20 واحد بس قاعدين بسامر ويفترون. عمي ميليشيش كبر ايش عرض هذاك اليوم سووا استعراض بهم فد. لحظه اوقف اوقف من تقول لي سرايا السلام موجودين بس بسامر اي مو هم 20 واحد. لعد الاستعراض العسكري سوا مقتدى ذاك اليوم والدبابات والطائرات المسيره وما ادري شنو ذولا شنو ذولا جايبهم من الخارج يفيك بيهم. انت من القاطع ما راح تستفاد، انت لا تستفاد ولا المتسرع يستفاد. خلنا نكمل لك هاي الفكره. انا قاعد احكي لك انه سرايا السلام موجوده بتامر. مو انا هم انا راح ارجع واقول لك ادري هم 20 واحد. بس من الاخوة السنة والموجودين بسامرة والبرلمانيين اشادوا بسرايا السلام ولحد الان يشيدون بهم وبدورهم هناك. اذا كنا على مناطق الجنوب والوسط اتحدى اي شخص يقول ان سرايا السلام سوت هيجي جرابت سوت هذا الفعل. يجيب لي بالدليل يجيب لي بالاشخاص هذه الاسماء. خلي يجيب الاسماء بالاسماء يجيب. اتحدى اي شخص انت دعوه خاية على واحد سرايا السلام. ابو احمد ابو احمد او اخ احمد اسمعني لحظه. احمد 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 لا تزاود بهالموضوع. افتح اليوتيوب افتح اليوتيوب اكتب انتهاكات سرايا السلام وشوف ايش قد هددوا وبالاشخاص وجوههم طالعه وجماعه القبعات الزرق وجوههم طالعه ومن هددوا العالم وهددوا يحرقون الاخضر واليابس اذا واحد حكى على مقتدى الصدر. فما تجيني تقول لي اني اتحدى واتحدى. لا لا تتحدى. اني راح اتحداك اذا ما لقيت لهم هذا الكلام بدي اقول لك اياه. اتحداك اذا ما لقيت انه جماعه القبعات الزرق هددوا بالحرق الاخضر واليابس بساحة الحبوبي. اتحداك اذا مو سرايا السلام كتلوا هذا المواطن. اتحداك اني مو موضوعي مقتدى الصدر. مقتدى الصدر هالقداته نمله قدام العراق ما يسوى شيء قدام العراق. ياو
ما يسوى شيء قدام العراق. من أول؟ مقتدى. لا مقتدى العراق. شنو؟ العراق مقتدى. مو مقتدى العراق. خلي يبني. شيطان أبي. لحظة لا خلي يبني. لا العراق مقتدى الصدر والصدر ومقتدى الصدر هو العراق. العراق هو مقتدى الصدر ومقتدى بقى بس تأله. شكرا شكرا لك أخ أحمد. بقى بس نأله المقتدى الصدر. مقتدى الصدر هو العراق. خلي يبني يلا خلي رجع الكهرباء للعراقيين إذا مقتدى الصدر هو العراق. خلي يعطيهم المي، خلي يعطي الرواتب، خلي رجع الحصة التموينية، خلي رجع الزراعة مثل ما كانت، خلي يعطي فلوس الفلاحين اللي أكو فيديو الفلاح يطلب الدولة العراقية وما سنتين 122 مليون دينار. خلي يعطي فلوس الصناعة، خلي شغل المعامل، خلي الصحة ترجع مثل لوادم لما وزيرة من وزير الصحة العفو من أتباع التيار الصدري وأتباع سرايا السلام وسائرون. خلي رجع الصحة مثل الأوادم. خلي الدواء يوصل للعراقيين. خلي علاج يصير بالعراق محترم، مو تنبني مستشفى وما بها منظومات أمان وتحترق مثل ما صار مستشفى الحسين بالناصرية ومستشفى ابن الخطيب ببغداد. من الموصل أم أحمد. أم علي عفوا. أم علي حياك الله. أم علي الله يسلمك الله يبارك فيك. وأنا الحين من دون معتقل من السجن الناصرية. نعم أخويا هذا ابني اتعارك وعلى عركه صوتوه وهسه ابني محكوم. نعم. وبأثر حكمته وتهموه بأنه هو داعشي. والعرب انشلوا بعد على العربانه ونشيل الحاسين من جوا. وصرت عاني أم راعي بنات اثنين. وما عندي بس الله وأنصره. يعني ابنك معوق حسب ما أفتهم؟ أبوه. نعم. أبوه انضرب بالجلطات. اتعوق ابني مو داعشي. الضباط اللي جوا قرايب هذا اللي تعارك وياه ابني ضباط واحد مقدم كان بال 2018 اسمه مقدم صدام بالامن والاستخبارات هو اللي مشى هاي الدعوه على ابني وقوه ابني بدعوه مع داعش وحماة. احنا لا نعرف بيه شو وقت انحكم ولا نعرف بيه شو وقت سفروا على الناصريه الا من خلال الطبيب الاحمر قال لنا ابنكم النقل على الناصريه. ولما رحنا اريد نواجه ابني يعني هالفادي من قبل العيد مقدمت على مواجهه وابني صار له 6 اشهر مدريسنا بالناصريه من مشوه الشهر اللي 11 هم مشينه بال 2020 الشهر اللي 11 مشينه لحد الساعه ما محصل مواجهه على اهلي. نعم. وما اعرف ابني شنو اللي وياها موقعينه على اوراق شنو اللي كاتبين بالاوراق ابني ينحكم اعدام على كونه. واني اريد من الله ومن عندكم يعني تكون نظر هذا وهذا الطفل موالي 99. ايش قصة صار لمسجون؟ هاي صار له وياه هاي سنوات بالسنة الخامسة من 2018 شهر السادس. نعم. وأني ما شايفته وما أعرف عنه كل شيء، لا عرفت ايش وقت الحكم ولا عرفت ليش الحكم ولا عرفت ليش السفر، بس تفاجأت بأنه ابني لما راح جبت القرار ما له حكم ما له إنه محكوم إعدام. شنو الجريمه اللي ارتكبها ما اعرف شنو اللي تاثير على ابنه وزوب هذا الباب. يعني من اعتقلوه كان عمره 17 سنه. من اعتقلوه كان عمره 17 سنه. ما ايه قبل هو بالسجن يعني هو حدث ما قبلوا يحكمونه ولا قبلوا يحاكمونه الا خلوه يبلغ. وابني حدث اصلا من كان داعش. ابني نجح من سادس ابتدائي على اول متوسط وبطلته من المدرسه يعني دواعي قامت تفتر على المدرسه يعني ابني طفل. ومن صارت الاحداث بدا التحرير احنا اجرنا على المخيمات ما ضلينا يعني ما رجعنا الحق مع انه تحررت الموصل. زين ابني شو دخل معركه وعندي شغلات يعني تقول فيها لانه الولد ما كان موجود بالموصل من بدا التحرير احنا نذبحنا على مخيم الخازن. نعم شكرا 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 لك ام علي وان شاء الله يسمعك وزير العدل او واحد بالقضاء ويحلك هاي القضيه. ما اعرف واحد عمره 17 سنه ينتظر بالسجن 5 سنين او 4 سنين حتى يكون بالغ وقد روحه ويحاكموه. وين القانون من هذا الموضوع ما ادري. هو قضيه ابنك بها هوايه مخالفات قانونيه. اول مخالفه انه هي فتره الاعتقال يعني فتره التحقيق. هو اذا ما ثبت على اي شيء لمده 24 ساعة المفروض يبرأ، أما إذا كان ثابت عليه شيء تجدد فترة التحقيق وياه ما أصور أكثر من 5 أيام وراه ينعرض على القضاء وراه يتحاكم. وهم أنا ما يمنع أنه يشوفكم أو توصلوا له. أبو أحمد من ديالى حياك الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. شلونك استاذي؟ هلا بيك أخوي. الله يعزك هلا بأخوي. استاذي موضوع ذولا من يعني نقول على مقتدى الصدر هي سوى وهي سوى وهي سوى، يعني ليش هيك يسوون؟ يعني مقتدى الصدر مو أبو درينات، مو أبو التيزاب، مو الجالي يحرق بالعالم، مو سوى ما سوى بأهل السنة مقتدى الصدر. شو شنو مقتدى الصدر يعني؟ هو منين جانا مقتدى الصدر؟ مو جانا من إيران؟ مو جانا من إيران مقتدى الصدر ذولا؟ يعني ماكوش ماكوش يعني احنا تقولون مو طائفية، لا والله طائفية بحت، طائفية براسة، طائفية طائفية والله. احنا ليش نغني لها وهي طرشة؟ ما ترهم يعني. هذا يقول له، هذا يقول على مقتدى الصدر، مقتدى الصدر ذبح بينا لحد ما قال بس ذبح انا اخوي وذبح ابن عمي وذبح فلان وذبح فلان. مقتدى الصدر شنو؟ مقتدى الصدر شنو؟ احنا لو ارد اسب شان سبيت والله، بس هي ما انا اخلاقي ما تسمح لي اسب على مقتدى الصدر. مقتدى الصدر شنو هو يعني؟ مقتدى الصدر شنو؟ مقتدى الصدر قال ما هو يعرف يسوي نفسه هو من تخلص اللغة نفسه. وثاني شيء على موضوع السجناء والأسرع، والله ست أرباع السجناء، مو ست أرباع، إنما 90% هم من أهل السنة، وماكو جزء نسبة بالمية، جزء 5% يعني من الطائفة الثانية اللي نعرفها إحنا. والله وذاك اليوم هذا، هذا بالناصر بالبصرة واحد من التعذيب ما توفى الله يرحمه. زين إيش قد ما يباعوا للسنة، إيش قد توفت بالسجن، إيش قد من التعذيب. أنا من أسولف لك، أنا كنت جوا بالسجن وشفت ما شفت وعانيت ما عانيت. والله كل أسبوع بالتاجي واحد اثنين يموت، والله ما يدعونا بالتلفزيون. طلعت قلت عمي شنو شو هاي؟ ما حد يجيها يعني، هو ما بس من سنتان جوا تموت العالم، من طلعت برا شو ما حد يجيها. والله جاي يموت واحد ورا واحد، هذا بيه تدرن وهذا بيه شيء وهذا بيه ولاخو علاجات. والله الطعام الزبون إنه والله حتى الحيوان ما يأكله، حتى الحيوان الكلب يشتمه والله يشتم كرامته ينزل. ما أخوش ما أخوش يعني، يعني والله يعني إحنا السنة شفنا معانا بس الله يدل بيها. والله كريم حسبي الله ونعم الوكيل. نعم شكرا 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 لك أبو أحمد. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. من قال السلام عليكم السلام والرحمة والإكرام. هذا بيك أخويا أبو عبد الله. سمعني شلونك أخويا العزيز؟ صحتك أخبارك؟ هذا بيك يا غالي تفضل أخي. أولا أنا أريد بكلمتين أخلص موضوع مالي. نعم إذا أمكن تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون أخوي العزيز. نعم نعم بارك الله فيك. أخوي أنا مسلم عراقي كردي. حياك الله أخوي وحيا الله كل العراقيين بكل قومياتهم وبكل طوائفهم، ما لنا علاقة بهذا الموضوع. نعم بارك الله فيك. الموضوع قصدي أني أوضح لك، أنا ما أقول لك، ما أقول لك النظام السابق سوى ما سوى وكان زين او مو زين، ما اقول لك هذا، بس 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 الشيعة من اجا وقالوا احنا مظلومين من حسيني هالدقيقة. فشفنا ايش سووا، شفنا بعيننا ايش سووا. الاكراد قالوا احنا الحلبجة وكيمياوي وانفعال وما ادري المواضيع هذا، وشفنا ايش سووا. ها نعم. هو هسه حاسس ان شوف شو يصير بالعراق، شو يصير بالعراق وهالوضعيه هذا، وانت تعرف بعد اري كل شيء ما احكي. رحم الله والديك وبارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا لك. المشكله اليوم اللي تصير بالعراق انه من نحكي على قضيه كانت هاي القضيه تمس واحد، مباشره اكو بعض الشخوص مثل ما بعض المتصلين اليوم بالبرنامج يضوج لأنه مست هذا الشخص، بس هو ما دا يفكر أنه هاي القضية غلط. يعني كائن من يكون وراء الفيديو اللي طلع اليوم بداية البرنامج، هاي انتهاك لحقوق الإنسان. السرايا لما انقصوا شعر الولد بالكترات وسبوه، هاي انتهاك لحقوق الإنسان. من تجي تقول لي اليوم السرايا بسامر يمدحوهم، أكو فيديوهات للسرايا ما تستاهل المدح. هاي واحد. اثنين،
أي ميليشيا ابتعادا عن أي شخصية، أي ميليشيا هي خارج عن القانون، وأي شخص يتبع شخص يتصرف أي تصرف، إحنا دا نحكي على 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 واحد مو من السهل إنك تسكت عن أخطائه. إذا أنت تتكلم عن مقتدى الصدر مثل ما قال أحمد، مقتدى هو العراق، فإذا أقل خطأ من عنده هالقداتة يستحق النقد والمحاسبة. لما نتكلم عن سياسيين ونقول عن فلان حرامي، ما جبناها من جيوبنا، لأنه مش عن جبوري طلع بالتلفزيون وقال كلنا حرامية، كلنا أخذنا رشاوي، كلنا بقنا. من تجي وتقول على قيس الخزعلي قاتل، على الفيديوهات اللي طلعت، من نقعد نحكي على واحد، لأنه إحنا ماذا نحكي على مواطن بسيط، مواطن البسيط الغلط مالته إذا غلطه بالشارع أو بأي مكان ما راح يأثر، بس هذا الغلط اللي طلع اليوم لا، هذا راح يأثر. صورتنا أمام العالم ما راح تكون حلوة، ولا النفسية اللي راح تكون موجودة عند الشعب العراقي راح تكون حلوة، ولا يستحق أي بني آدم بالعراق أن يتعامل بالصورة اللي يتعامل بها هذا المواطن. ليش؟ لأنه عراقيين. من نرجع وأقول لك مقتدى الصدر هل قداته أمام العراق؟ أنا عد كلمتي، وكل السياسيين، كل من موجود اليوم بالعملية السياسية من أصغر واحد بيهم إلى أكبر واحد بيهم هل قداته أمام العراق، لأنه تاليته التراب، تاليته جو القاع، تاليته بعد ما حد يذكره بس راح يذكر أفعاله. مقتدى الصدر لو يحب العراق والعراقيين كان بنالهم وسوالهم، والسياسيين كذلك، يعني مدى أستثنيهم، لكن من باعوا العراق الإيران لا هاي عمالة، ومن باعوا العراق الأمريكا هاي عمالة، ومن هدروا فلوس العراقيين هاي عمالة، ومن دمروا الشعب العراقي هاي عمالة، ومن خربوا البلد اللي كان من أجمل البلدان، اللي أبو الإمارات كان يتمنى دبي يصير مثل بغداد بالسبعينيات، هاي عمالة. أما تجي تقول ليش يقولون علي عميل، مو أنت اللي تحاسب الناس، تصرفات السياسيين هي اللي تخلينا نقول هاي المقولة. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى في هذا اليوم، نتمنى أنه تكون هاي الحلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الحلقة بنفس الموعد باكر، في أمان الله.